متابعي قناة شاهد فيديو مريم بنت شعبان تمشي على السجادة الحمراء في مهرجان قرطاج السينمائي حافية القدمين وتمسك بيديها فردة حذائها. تابعونا على الفيديو ولا تنسوا ابداء رأيكم ودعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك. غالبا وخاصة في افتتاح المهرجانات في العالم العربي يقوم بعض الممثلات بعمل شوية حركات وأفشات وبعض الحركات الغريبة المثيرة اللي لازم تتعرض فيها للانتقاد. ده اللي شفناه مع الممثلة مريم بن شعبان اللي أثارت الجدل في افتتاح أيام قرطاج السينمائية في دورته نجيب عيد، حيث ظهرت حافية القدمين وهي تمشي على السجادة الحمراء وتحمل بإحدى يديها فردتي حذائها ذو الكعب العالي. وتحولت مريم بن شعبان حافية القدمين من أحد النزل بشارع الحبيب بورقيبة إلى مدينة الثقافة، وذلك في حركة احتجاجية على غياب سيارة تقلها لمسافة تتجاوز الكيلومترين حسب حد قولها. ودعت مريم بن شعبان في تصريح للصحفيين إلى احترام الفنانين التونسيين الذين يمثلون صورة تونس حسب حد قولها، وأوضحت أنها ستشاهد فيلم الافتتاح عرايس الخوف وهي حافية القدمين حتى تلفت النظر للمسؤولين إلى غياب الاهتمام بالثقافة في بلدها. والآن فقد خاب ظننا، فقد اعتقدنا أنها قامت بخلع حذائها ومسكه في بيديها حتى تقوم بلفت الانتباه، ولكن الآن مريم بن شعبان تقوم بوضع اعتراض صريح للمسؤولين عما حدث لها وهي آتية إلى مهرجان قرطاج السينمائي. وعند خلع حذائها فقد تابعها العديد من المصورين في العالم العربي أغلبهم لمشاهدة هذا المشهد الغير طبيعي والسؤال لماذا قامت بهذا الفعل. عايزين نفكر حضراتكم، في شهر 6 اللي فات تعرضت الفنانة التونسية مريم بن شعبان لموجة من الغضب والنقد الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن ارتادت فستانا شفافا خلال حفل ختام أسبوع الموضة بتونس. وارتدت بن شعبان فستانا شفافا في الجزء العلوي وهو ما اعتبره البعض امرا غير لائق، مؤكدين ان الحرية الشخصية لا حدود ولا يجب ان تتخطى عادات وتقاليد المجتمع. وتقريبا في نفس التوقيت كانت الفنانة المصرية رانيا يوسف تعرضت هي الاخرى لموجة من الانتقادات الحادة بسبب ارتدائها فستانا شفافا دون بطانة، وهو ما جعل عددا من المحامين يتقدمون ضدها بالبلاغات. فبالفعل أصبحت المهرجانات هي محطة أنظار العالم العربي، وبالتالي يقوم الممثلات أو الفنانات بلبس فساتين أو عمل إطلالة تكون مختلفة ولازم تكون مثيرة للجدل علشان تكون أكتر الفنانين المشهورين بارتداء الفستان المثير. وتعد أيام قرطاج السينمائية أكبر تظاهرة سينمائية تعيشها تونس في شهر أكتوبر من كل سنة، وهي من أقدم التظاهرات السينمائية في إفريقيا وتستقطب سنويا مئات الضيوف من نجوم السينما من تونس والخارج.